الأخيرة بطبيعة الحال في نطاق الجولة العاشرة، ذهاب لبطولة الرياضة المحترفة الأولى لكرة القدم، الترجي الرياضي التونسي الأولمبي البيجي 3-1 الترجي أمام الأولمبي البيجي. نرجو أكثر تفاصيل هذا اللقاء مع حمودة بن سليم وسامي بوعزيز. الترجي الرياضي في لقاء البحث على تحقيق الانتصار السادس على التوالي ضد منافس يريد وضع حد لنتائجه السلبية، بما أن الأولمبي البيجي ما حقق حتى انتصار في الست جولات الأخيرة. شوط أول ينطلق بطيء، محاولات الترجي بواسطة كريم العواضي ما مثلتش خطر على دفاع الأولمبي البيجي اللي لعب على عكس الهجومات بقيادة هشام السيفي. السيفي كان وراء إصابة الحارس معز بن شريفية، إصابة أجبرته على مغادرة الميدان. وسيم نوارة يعوض بن شريفية يعود لحراسة شباك الترجي بعد غياب تواصل منذ جانفي 2011. اليوم جات فرصة واحدة بتيكا والحمد لله ربي، صحيح الواحد مضيع شوية لي روبير نتاعو. صبات معناها بالفيس ولا شنو، معناها حلت لي حلة كبيرة شوية في راسي، مي يعني قلت لك معناها الحمد لله الحمد لله اللي جات ولات فكا. أبرز فرصة في العشرين دقيقة الأولى يكون مصدرها إدريس المحيرس. يسدد أرضية والحارس قيس العمدوني بصعوبة للركنية. قبل ما يدخل بلال يكن ينقذ مرماه من كورة إدريس المحيرسي في طريقها للشباك على المالكي في الوقت المناسب قبل إدريس المحيرسي للركنية. لإيجاد الحل قدام دفاع متماسك، الممرن دي كاسيل يعوض المحيرسي بيوسف المساكن. كوتشينج ناجح، هذا اللي باش يأكدوا المساكن الصغير في الشوط الثاني. فرغم البداية القوية للأولمبي البيجي في النصف الثاني من اللقاء وما قام به علاء المالكي بعد ما تمكن من توقيع هدف ممتاز في شباك وسيم نوارة، وهو أول هدف يقبله دفاع الترجي مع الممرن دي كاسيل، أول مرة يكون فيها المنافس أيضا مبادر بالتهديف في الموسم الحالي. رغم كل هذا الحل يأتي بفضل يوسف المساكي، يراوغ بذكاء كبير يمهد يانيك جانج يأكد أنه ما يتسمحش في منطقة المنافس، يمضي هدف التعادل. أقل من دقيقتين تمر نفس السيناريو يعاد، ومن نفس الثنائي يوسف مساكني يانيك جان، الأول في التمهيد الثاني في معانقة الشباك وإمضاء ثاني أهدافه في نفس المقابل. ثنائية مكنت الكاميروني من الانفراد بتليعة ترتيب الهدافين بثمانية أهداف. هدفان في أقل من دقيقتين، الترجي يتعدى لسرعته القصوى، سامح الدربالي يوزع الهدف الثالث يضيع. تسديد خليل شمام تصطدم بأيمن ناجح، محاولات الترجي يضاعف عددها، وجدي بوعازي يسدد فوق المرمى، مساكني بلمسة صغيرة يرفع الكرة كورتو على بعد سنتيمترات من المرمى، محاولة أجاب عليها على المالكي وسيم نوارة للركنية. اللقطة الأجمل في اللقاء تأتي جماعية، إيهاب المساكني يوزع، يانيك جانج يمهد، خالد الملهي بكل قوة يسدد، التألق للحارس قيس العمدوني ينقذ مرميه من هدف ثالث. تألق قابله امتياز من ثنائي يوسف المساكني يانيك جانج، وتأكيد على أنهم يمثلوا قوة ضاربة في هجوم الترجي. المساكني صغير يمر، الكاميروني يسدد، الحارس العمدوني يرجع الكرة، ترجع قدام يوسف المساكني، البقية كرة في الشباك، وهدف ثالث للترجي، سادس في رصيد المساكني الصغير اللي بدأ العملية أنهاها ومعها أنهى اللقاء على نتيجة كان بإمكانها تكون أفضل. أنا فرحان، حققت 6 انتصارات متتالية، كان بإمكانها أنها تكون أثقل على مستوى تسجيل الأهداف، خاصة وأن ضيعنا برشا فرص، حاجة يلزمنا نخدموا عليها باش يولي التسديد أكبر. حتى الدقائق الأخيرة وإحنا خاسرين، لكن نلعبوا الند للند للترجي، والفرص اللي جاتهم جات، إحنا جاونا ما سجلناهمش، لكن هم جاوهم وسجلوهم، هذا فرق ما بين مستوى اللاعبين اللي عند الترجي ومستوى لاعبيتنا. Thank you.
هو الانتصار السادس على التوالي للترجي، وهي سلسله ايجابيه حققها الترجي للمره 14 في البطوله، والهزيمه الثانيه على التوالي وللجوله السابعه لا ينتصر الاولمبي البيجي، ثم الترجي الرياضي الفريق الوحيد الذي لا يفرط في نقاط الفوز على ميدانه. خمسه مباريات كاملين. وجدي باش تحب نبداو بالمباراه ولا بيوسف المساكن؟ لا بالمباراه ومن بعد نسيتني خاطر باش يدخل نعم. في نعم. يعني انا اللي قاله سي عمر هو تقريبا يلخص برشا حاجات يعني في المباراه، في المباراه يعني نوعيه اللاعبين الموجودين في الترجي عملوا الفارق. النوعيه هذه مش هي نفس النوعيه الموجوده في الاولمبي البيجي، لكن هذا ما يمنعش وان الاولمبي البيجي في الشوط الاول يعني خاصه في الشوط الاول قدم يعني شوط ممتاز جدا، يعني تنظيم دفاعي ممتاز، البلوك الدفاعي يعني كان متماسك، في بعض الاحيان يلعب بلوك با يهبط له ويلعب كرة المرتده وتغطيه محكمه في الدفاع، استغلال بعض المساحات اللي خلاها الترجي الرياضي لما ينزل الهجوم خاصة من طرف سيفي وبشوش. يعني الفريق الأولمبي البيجي الشوط الأول قدم مردود ممتاز، أنا بصراحة عجبني فريق الأولمبي البيجي خاصة في وقفة الفريق وطريقة لعبه وطريقة رد فعله خاصة في الكرة المرتدة، ما سجلش الأهداف في الشوط الأول وهذا اللي كان ينقص الأولمبي البيجي. الترجي الرياضي احنا في المباراة شفنا الشوط الأول وشفنا الشوط الثاني، يعني مختلفين تماما. في الشوط الثاني في الشوط الأول الترجي الرياضي ما لقاش الثوابت نتاعو، ما لقاش ليروبير نتاعو. بصراحة ما لقاش ليروبير نتاعو، علاش؟ لأنه الفريق قاعد يتغير بصفة كبيرة، يعني نقطة استفهام كبيرة، يعني يتغير كثير. يوسف مساكن علاش على بنك الاحتياط؟ يعني إدريس المحيرسي ما اليوم يلعب المرة الأخرى ما يلعبش، إيهاب المساكني كيف كيف، مرة حطوا المدرب على دكة الاحتياط ومن بعد نزلوا باش الفريق انتصر، عواضي مرة على البنك مرة هاو يلعب، التراوي اللي نعرفوه أساسي بنسبة كبيرة يعني في الترجي الرياضي اليوم مش موجود، يعني تقريبا مش موجود، القربي تو عنده مدة مش قاعد يلعب، داكوردو، يعني ثم الفريق الانسجام نتاع الفريق يتفقد اذا كان الفريق لوساتور تاع ليكيب مش هي بيدها قاعده تلعب. تغييرات كثيره، انا نقول زميلنا قال كوتشينج صحيح من المدرب، انا نقول كوتشينج مش صحيح، لان الكوتشينج صحيح المدرب يلزم يقلب المباراه. الشوط الثاني اللي لعبته الترجي الرياضي المفروض يكون هو الشوط الاول ويفوز الفريق بثلاثة أهداف اثنين ولا ثلاثة كما فاز، ومن بعد تحب ترتح المساكني ترتحوا 20 دقيقة ولا 25 دقيقة ولا نصف ساعة، هذا الإيديال. يعني أهم حاجة هو أنك تفوز مبارتك، ثماش مباراة تفوز بها قبل ما تنتهي المباراة. هذا الخطأ اللي حصل فيه مع الأسف مدرب الترجي الرياضي، حط المساكني على بنك الاحتياط، غير في التشكيلة بطريقة كبيرة ويعني بصراحة يعني بطريقة فيها برشا مجازفة، الفريق فقد الثوابت نتاعه، ما لقاش روبير. وقتاش شفنا الترجي الرياضي؟ شفنا الترجي الرياضي في الشوط الثاني وقت يلعب المساكني والترجي الرياضي لقى الجانج، لقى شكون يمولوا بالكرات ولقى شكون يعطيه التمريره الاخيره. المساكني يوسف تقصد؟ المساكني يوسف بالطبيعه، يعني يوسف المساكني شفناه اليوم اعطاه دوز اسيست باس، يعني دو اعطاه كورتين حاسمين يعني باش سجل الجانج وسجل هدف، يعني هذا من المفروض انا قلت لك يصير في الشوط الاول. يعني بصراحه يوسف المساكني رجل المباراة، ما ننساوش الدور الكبير اللي قاعد يقوم فيه المباراة الأخيرة هذه، اللاعب الدربالي قاعد يقوم بمردود ممتاز جدا وقاعد يقدم في أداء ممتاز جدا خاصة في الناحية الهجومية. نعم. قاعد يعطي نعم. في مردود يشكر عليها. نختم معك في المباراة هذه زوبا. الأولمبي البيجي، الأولمبي البيجي لازم يفيق، لازم سامور الذيب ما ينساش الوضعية اللي ولات الفريق ثمانية مباريات ما يفوزش، يعني ماك تعرف يدخل الشك شوية شوية. الخسارة الثانية على التوالي ثمانية مباريات توا قداه، يعني من الجولة الثالثة أو الانتصار الوحيد في الجولة الثالثة، ومن وقتها الفريق يخسر ويتعادل ومش قاعد في النقاط، يعني يلزم استفاقة تصير في الأولمبي البيجي. المباراة الجاية مع المرسى في المرسى. نعم. يعني ماهيش سهلة الوضعية. لهنا بطبيعة الحال بعض النقاط ممكن سي عمر الذيب يدرس أكثر الموضوع، ممكن يبدل بعض خطط التكتيكية لفريقه الأولمبي البيجي.